كشفت وثيقة عن المبادئ الأساسية لصفقة التبادل وعودة الهدوء التام في قطاع غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها حتى الآن. تشمل تلك المرحلة التوقف المؤقت عن العمليات العسكرية على أن تنسحب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان لتتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، وتؤمن كذلك الإيقاف المؤقت للطيران سواء العسكري أو الاستطلاع في أرجاء القطاع يومياً لمدة 10 ساعات، وتزيد هذه المدة ل12 ساعة في أيام تبادل المحتجزين والأسرى. وفي ملف النازحين، تشمل المرحلة الأولى عودتهم إلى مناطق سكنهم وانسحاب جيش الاحتلال من وادي غزة بما في ذلك محور نتساريم ودوار الكويت. وتسمح تلك المرحلة بدخول 600 شاحنة مساعدات يوميا، بينها 50 شاحنة وقود، ومن ضمنها 300 شاحنة لشمال القطاع. وبعد مرور 16 يوما في هذه المرحلة، تبدأ مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية مع الشروع في عمل الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار الشاملة. وفيها يتوصل الطرفان إلى استعادة الهدوء المستدام مع الإفراج عن جميع من تبقى من المحتجزين الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة، المدنيين والجنود. في المقابل يفرج الاحتلال عن عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. المرحلة الثالثة والأخيرة في وثيقة التبادل مكونة من 42 يوما أيضا، وتركز على تبادل جميع أشلاء ورفات الموتى لدى الطرفين بعد الوصول إليهم والتعرف عليهم، وتشمل البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات بما في ذلك البيوت والمنشآت المدنية. وفي خطوة نحو وقف الحصار الخانق على القطاع، تركز المرحلة على فتح المعابر الحدودية لتسهيل حركة السكان ونقل البضائع، على أن تضمن مصر وقطر والولايات المتحدة الاتفاق. حركة حماس طالبت بإدخال تعديلات على ما جاء في الوثيقة لضمان التوصل إلى وقف دائم وليس مؤقتا لإطلاق النار، خطوة اعتبرها محللون إسرائيليون بأنها تجعل من التوصل إلى اتفاق أمرا صعبا.